بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم وسعيد بلقائكم، وكل سنة وانتم طيبين. أنا عارف إن فترة التدريب المركز خلصت، والمفروض إن يعني اليومين دول كده آخر الثلاث شهور زي ما تعودنا إن احنا نلتقي يعني. فأنا سعيد باللي أنا بشوفه، وسعيد أيضا باللي أنا بسمعه من يعني من أول السيد الوزير لغاية مدير الأكاديمية على المستوى اللي احنا الحمد لله حققناه خلال فترة التدريب المركز ديت. وإن شاء الله طبعا هنستكمل ده خلال يعني الفترات القادمة بعد ما إن شاء الله ترجعوا من الأجازات يعني. مش هنسى ان انا اقول لكم من فضلكم بلغوا اسركم تحياتي وتهنئتي لهم بشهر رمضان، وايضا اشقائنا المسيحيين بالايام اللي هي الصيام الكبير. كل سنه وانتم طيبين جميعا. زي ما احنا حريصين على ان دايما العامل البشري وهو الاميز وهو اللي ليه تاثير كبير جدا لو احنا نجحنا فيه على الاداء وعلى التطور وعلى التقدم وعلى حالة الانضباط وكل شيء.